إذا اللي كنقترح الآن هو أنه أننا نتكلموا على هاد الحماقات اللي كيديروها هاد الناس اللي هوك، كاين اللي يقول لهم هوك، كاين اللي ما كيبغيش يسميهم، ولكن كنقول أنا اللي في الجزائر. اللي كنتكلموا حنا على الجزائر، كنتكلموا على الجزائر الرسمية، على حكام الجزائر ومن يدور في فلكهم من الشعب الجزائري. لا بد من نتكلموا، ولا بد من نواجهوا الحقيقة ونواجههم بالحقيقة، لأن هذا دورنا. وشي اعتادوا الناس يشوفوه في قناة محمد بن دحة، وكنبغيكم أنكم تشاركوا بآرائكم وبتعليقاتكم في هذه الحلقة، لأنه هما كيتبعوا الحلقة ديالنا وكيبغيو يعرفوا كيفاش المغاربة كيفكروا، وحنا هذه المسألة داخلة في واحد القضية اللي حنا غادي نثيروها هذا النهار. فمؤخرا أشنو وقع؟ خصنا نعرفوا بلاش شنو وقع وكيفاش وقعات، وكيفاش داير الفكر ديالهم، وكيفاش داير السلوك ديالهم. اللي وقع مؤخرا هو اللي في ما يخص مشاركة المنتخب المغربي في بطولة الشان اللي كتحتضنها الجزائر، اللي كتحتضنها الجزائر وكتنظمها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وطبعا يعني هذا النشاط ماشي نشاط جزائري، هذا نشاط اتعهدت به الجزائر انها تحتضنه في بلادها وفق مقومات وفق قوانين وفق واحد شروط معينه، وهي مصلحتها ان تنجح هذه المسابقه او هذه البطوله اللي كتنظم في بلادها. وضروري انه من واجبها او قناعتها، خاص تكون قناعات لانه توفر الظروف الملائمه باش هذه الفرق المشاركه كلها انها تجي وتشارك وبروح رياضيه، وما تدخلش فيها لا ضغينه ولا حقد ولا حسابات شخصيه ولا حسابات سياسيه ولا كذا كما غادي نشوفوا. المغرب طبعا في علاقته مع الجزائر شحال مره كيصبر، ولكن الصبر كيدبر، وما يمكنش ديما غير المغرب صابر. فالجزائر قطعت العلاقات مع المغرب، هذيك شغلها، قطعت الاجواء ديال الجزائر امام المغرب، داك الشيء شغلها. ولكن لكل مقام مقال، فالمغرب غادي يشارك في الشان، ما بغاش يتكرف داك التكرفصه ولا يعطي الجزائر هذه الفرصه باش تزيد انه تكرفص عليه. ففكر على انه يقدم طلب في خصوص ترخيص، اقول ترخيص للمنتخب المغربي انه يجي في رحله مباشره من الرباط الى قسنطينه في على خطوط على الطائره التابعه لخطوط الملكيه المغربيه، الناقل الرسمي للمنتخب المغربي. راه ما قال عيب، وهنا كيعترف بالسياده ديال الجزائر وكيعترف بالسياده ديالو، فوجه رساله للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم اللي هي منظمه لهذا الشان، وهي غادي تكلف بامور اخرى. يعني هي غتمشي تشوف اللجنه المنظمه، تشوف يعني الاتحاد الجزائري، والاتحاد الجزائري غادي يشوف المسؤولين ديالو. طبعا هذا راه اعتراف بالسياده واحترام السياده الجزائريه، وكذلك تأكيد على السيادة المغربية. مع الأسف الجزائر ما رداتش، وهذا جبن منها، وهذه ماشي أخلاق رياضية، وهذه ماشي ممارسة السيادة أنك ما كتردش، ما ردتش، ما قالش أودي لا ما نرخص لكش ولا كذا، ضربت كما قال الآخر ضربت النح، كنضرب حنا كنقول ضرب الطم، والآخر الجزائري كيقول ضرب النح، ضربت النح. يعني كان من شيء قضيناه بتركيه، انه ما كاين شيء، ما غاديش دير تجاوب كل حاجه. هو هذاك الجواب راه في حد ذاته انه عدم الترخيص، المهم انه لم ترخص، لم تسهل الماموريه للمغرب. اشنو وقع من بعد؟ في حفل الافتتاح الجمهور الجزائري الحاضر يسب المغاربه، وكلشي سمعنا داك الشيء اللي كانوا، وكذاش كلاش نعاودوا ليه، سب المغاربه، سب الشعب المغربي. وفي نفس الافتتاح جابوا واحد الحفيد ديال مانديلا بمناسبة انه تسميت الملعب باسم نيلسون مانديلا، وعطوه الكلمة ومسلوا حدا الترابية ديالنا، بمعنى انه جاب واحد مسخر. اذا خصنا نعرفوا هاد الاساليب ديال الجزائر. دابا الجزائر زادت في الجرعة ديال التسلقيط، واسمحوا لي على هاد الكلمة، لانه حنا كاين صراع ما بين قطع الطرق والنبلاء، النبلاء وقطع الطرق. النبلاء اللي كيمثلهم
كمتلوه كمتلوه المغرب عفوا، وقطع طرق كانت الجزائر. ولا تذكروا دائما كنذكركم بواحد المسلسل، كان مسلسل مصري كان من قبل هذه شحال، ما عرف كاين الجيل ديالنا اللي كيعرفوا، كاين الجيل ديالنا كاين الجيل اللي ما غاديش يعق عليه، هو عنوان الرايه البيضاء. الرايه البيضاء يعني شكون اللي غادي يهز الرايه البيضاء. بين مجموعتين يتصارعان على واحد الوضع ديال واحد الفيلا، واحد الجانب كيمثلو دكتور ومثقفين، واحد الجانب كتمثل تفضل مع تفضل مع الداوي يا معلمه، تفضل مع الداوي، ما كاين غير البلطجيه كما كاين البلطجيه والشبيحه وغير ذلك. هادو كيستعملوا اسلوب وهادو كيستعملوا اسلوب. نفس الشيء اليوم كاين النبلاء وكاين قطع الطرق، فقطع الطرق كتمثل الجزائر داروا هذا الاسلوب، هذا الاسلوب ديال اننا ما نرخصولكش. جابوا سلقوط من جنوب افريقيا خلاو يحضر، جابوا عبد التنيس لاقط في الملعب قالوا كلام غير لائق. إذن هذا هو المشهد اللي كاين. وهنا كتبين الجزائر الاسلوب اللي راه كتتبعوا، الاستراتيجيه اللي كتبعها. فامام الانتصارات المتتاليه ديال المغرب في قضية وحدة الترابية وفي عدة قضايا وخاصة منها السياسية والاقتصادية، أن الجزائر ما قدراش تساير المغرب في هالشي، ما قدراش تهزمه، ما قدراش، ما عندهاش المعدات وما عندهاش الكفاءات. أش تلتجئ لمن؟ طفل كونتور، يعني كتهبط المكانة كما كنقولوا، تهبط المكانة، ما قدراش تهبط المكانة، هبط 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 طفي، يعني كوبي سوبريمي، فهمت؟ هذا هو اللي عندها، هو الجانب اللي عندها. لا ما نرخصلكش، اش ما نرخصليش؟ لان اي حاجه غتشوفها هي ايجابيه للمغرب ما تعطيهالوش. لان من بعد الانتصار الهائل اللي داروا المغرب في كاس العالم في المونديال قطر، عارفه بانه المنتخب المغربي اللي غادي يكون اقل من 23 سنه سيحظى بشعبيه كبيره وباهتمام وسائل واهتمام حتى الشعب الجزائري والفاعلين الرياضيين والمهتمين الرياضيين. إن ما خصهاش تعطيه هذه الإيجابية، هذه المزية، وخايفة على أنه المنتخب المغربي أنه ينتصر ويتأهل نهاية وياخذ الكأس من قلب الجزائر، إذ ما خصهاش تعطيه هذه المزية، لأنه اللون الأسود كيبان ملي كيكون الأبيض. والشر واش كيبان ملي كتحط حداه الخير، والكسول كيبان ملي كيكون حداه المجتهد. هذه مسألة مسلمة منها. إذن هي عندها عقدة ردتها عقيدة، هي أنه أي حاجة كتسيء المغرب ديها، وتأكدوا من ذلك على أنه أي حاجة غادي تسيء للمغرب ديها ما ترددش، لأنه هي تجاوزت ذاك الحاجز ديال الحياء ديال الخجل. شتي كتكون شي واحد كتعرفو شي حاجة كيبس عليك بزاف، كتقول وحشمنا منه، وحشمنا من الوالد ديالو، وحشمنا من واحد الوقت صافي كيطلع لك الدم، صافي ما كتبقاش انك تحشم. هادشي اللي دايره الجزائر، ديك الحياه وديك المقومات، ما بقاش كتحشم صافي، تجاوزات داك الشيء هذاك وفات لقدام ومشات بعيد في هذا المجال في العداء ديالها ديال المغرب. اذا نفس الشيء راه غاديه فيه، ونفس الشيء راه دارته. اي حاجه تفقس المغرب، تفقع المغرب، ديرونج المغرب، تزعج بها المغرب، تضايق بها المغرب، ديروا واخا قانون واخا ماشي قانون، وتجيب لها وهي تعطيها مفهوم اخر. كتشوفوا دابا الابواق كيفاش كتكلم وكيفاش كتفسر داك الشيء وكيفاش، والوجوه ديالها شوفوا الله يخليكم، ديك التمامير اللي كيجيبوهم كيفاش دايرين، تمامير الشر، السم كيقطر فيهم، السم كيقطر فيهم، سبحان الله العظيم. وهذا حال الكثير من الجزائريين المنبطحين لنظام الجزائر. وغادي نتكلم انا على نظام الجزائر ونتكلم على الشعب الجزائري، لان دائما كنتكلموا في الجزائر كانوا الشعب الجزائري ما تخلطوش لا ماشي بحال كذا. انا غادي نتكلم، غادي نجيب نقطه وغادي نتكلم عليها. اذا انا خممت انني ندير هذه الحلقه باش نتكلم بكل صراحه، وكنشوف واحد المجموعه يعني تعاليق راهم كاينين، غادي مره غادي نبقى نقرا شي حاجه الى تحت لي الفرصه. نبغي انه يعني تكون هذه الحلقه مرجع واحد المجموعه من النقط اللي غادي نتكلموا فيها
كنا سبقنا تكلمنا فيها وغادي نوقفوا عندها، وكاين شي حوايج اللي غادي نزيدو نزيدها نوضحوهم، بقى مرجع. وهذه الحلقه غادي نعاودها ان شاء الله، وغادي نقادها بعناوين ديالها بفقرات، لان مسائل جد مهمه غادي نتكلموا عليها، وخصنا نوحدوا الرؤيه ديالنا في هذا الجانب، في التصدي لخصوم وحدتنا الترابيه. اذا قلت بان الجزائر غاديه في العمى ديالها واصرار، واكدت بانه يعني مازال عاد زايده مازال مستمره، ولا تعقلوا كنت كنستعمل ديال الكلمه ديال تأبط شره، كنيت على الشاعر العربي اللي كان كيحس السيف ديالو هكا وكيمشي معوي على خسيت، حتى سموه تأبط شره، لان معوي على شي شر، معوي على يضرب شي واحد يقتل شي واحد بحال هاد الشكل. ونفس الشيء الجزائر، الجزائر تأبط الشر من هاد الشيء هادي مده، والان مازال متأبطه الشر، يعني دائما الشر الشر، ما كاين غير الشر. راها يا اخوان المغاربه الرساله بغيت نوصلها على انه راه الجزائر ما تنتظروش، الجزائر الرسميه ما تنتظروش منها الا الشر. وهالشي كنقولوا لاخواني المغاربه، وكنقولوا للشعب الجزائري الحر الاحرار في الجزائر، كنقولوا بانه الشر حنا عارفينه، وما غادي ننتظروا منهم غير الشر، وغادي يسخروا واحد مجموعه من البلطجيه والشبيحه والكلمه اللي كتدردي خاطر هي السلاقط، سمحوا لي على الكلمه، هي ماشي عيب، هذه ماشي قدح، ماشي عيب، يعني ماشي عيب، ولكن هذه كتوصف حقيقه دوك الناس اللي كترسلهم، لان كترسلهم بحال ديك صفيه بن لمان، بحال بن القصديره، بحال هادو هما البلطجيه، هادو ما عندهم لا وجه لا والو، قادرين على هاد المسؤوليه، يعني هاد المهمات القادره قادرين عليها، وتسخرهم كما سخرت ناس وحدين اخرين في الملعب، وحنا جايين هذه المساله غادي نتكلموا عليها. اذا اللي بغينا ناكدوا الان على انه الجزائر غاديه في العماية بالفعل، الله يعطيك الصحه سي عبد العزيز، فعلا وصفتي واحد الموقف فيه مزيان، على اننا كتنتظرنا حرب طويله على جميع الاصعده مع هاد الهوكيين. والله اذا كان بعض المرات والله كان كنبغي نتكلم عليهم كتجيني بزاف المصطلحات، ما كاينش شي مصطلح اللي كيبرد لي على الخدايد، اش غتقول لهم؟ الكراغيله الجزائريين، وانا ما كنتكلم على النظام الجزائري ومن يدور في فلكه، طبعا ما كنخلطش تخلط هذا راني جاي لي باش نوضحو مزيان، باش حتى الاخوان المغاربه يفهموها مزيان، وحتى الجزائريين يفهموها مزيان. اذا بالنسبه لي كما قلت على ان الجزائر ما قدرتش تواجه او تساير المغرب في القوه ديالو، وكاين واحد المحطه اللي مهمه خصنا نذكروها، وهي محطه ديال الكركرات، باش نجي لامريكا واسرائيل. محطه ديال الكركرات كما كنقول دائما محطه مهمه وفاصله، المغرب ديال قبل الكركرات ماشي هو المغرب ديال ما بعد الكركرات، والوضع قبل الكركرات ماشي هو الوضع ما بعد الكركرات، والاستراتيجيه والادوات اللي استعملها المغرب ديال قبل الكركرات ماشي بعد الكركرات، بمعنى ديج مع راسك وامورها تبدلات، ومن ثم المغرب كيحصد نتائج تلو النتائج. وشوف كيفاش كيتكلم حتى مع الاوروبيين، الدول الاوروبيه اللي كما كنقولوا حنا كتعمل دجاجتها كتعمل البصيره ديالها وكتقدر شي حماقات، والمغرب كيوقف لها راجل ند للند، كلشي ما تقدرش ديرو الجزائر اللي ما فكرش على العجينه، فالجزائر ما كتقدرش لها الشيء هذا. شنو خصها دير؟ خصها تهبط الكونتور، يعني خصها تهبط المكانه في الضوء، صافي جماعه تقطع الماء والضوء، هادشي اللي كاين، قطع الغاز، قطع العلاقات، قطع هذه، قطع هذه، قطع هذه، هما قطع الطرق، ولا غرابه في ذلك. فقلت انه الفتره ديال ما بعد الكركرات ماشي هي ما قبل الكركرات، كاين اختلاف كبير، وانا من الانتصارات الجزائر ما فهمت والو. ومن ضمن الانتصارات اللي كاينه وهو ان الولايات المتحده الامريكيه اعترفت بسياده المغرب على ارضها، وبالتالي وقع واحد الاتفاق مغربي امريكي اسرائيلي اللي كنسميه انا مثلث بالمودة، اللي كيسقط فيه ذوي النيات السيئه على المغرب. وكنشوفوا اليوم كيفاش العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، وكيفاش العلاقات مع اسرائيل،
وهما هذه المساله هذه شادينها وكيقول تطبيع 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 تطبيع، وقبل التطبيع ما عرفش كيقولوا ما قاموا يقولوا، ولكن اليوم كيقولوا التطبيع. وحنا ما لقيناش تحالف في المنطقه، لاننا ولينا نرتاحوا ليه اضطرنا نلجؤوا الى تحالف اخر، ومستعدين اننا نلجؤوا لتحالف اكثر. ما غاديش نقول تحالف مع الشيطان، ولكن نقول تحالف مع ولا قالوا بان اسرائيل الصهيونيه، كيقول لك الصهاينه راه صهاينه العرب هما، وكرر هذه الكلمه صهاينه العرب هما، يعني كاين فرق ما بين الصهاينه والاسرائيليين واليهود، خصنا نفرقوا بين هذه الكلمات، واللي ما يفرقش بين هذه الكلمات راه ما فاهم والو. اذا الصهيونيه والميوع والخبط وصلوه نظام العسكر الجزائري مع المغرب، وضرونا في كثير من الاشياء. اما بالنسبه للاسرى الاسرائيليين فاننا علاقه طيبه وما ادنونا حتى في حاجه، بالعكس عاد هناك علاقه مستمره ومضطرده، وكيف الامور كيفاش راه تمشى بسرعه، وكاننا نصدق ما ضاع لنا، وكاين اتفاقيات على عده اصعده ومنها اتفاقيات عسكريه. الولايات المتحده الامريكيه غادي تدير قاعده بقاعده امريكيه بالمغرب لصناعه الاسلحه، هذه مساله كتدخل في السياده، ما سوقكمش ما شغلكمش، هذه مساله ديال السياده المغربيه في ارضنا، نديروا اللي بغينا، وماشي بالضروره اي حاجه درناها راها ضد الجزائر. واي صديق في العالم انا نربطه معه صداقه راها ضد الجزائر، لا ماشي بحالو هما، هما اي حاجه يديروها واش ضد المغرب ولا ماشي ضد المغرب. ينعسوا يبغوا يمشيو ينعسوا يقولوا كاش غنديروا الغدا، يفيقوا يقولوا اش غندير لهم اليوم، شنو الحاجه اللي غادي نديروا نجوا بها المغرب، نزعجوا بها المغرب، نقلقوا بها المغرب، نفقصوا بها المغرب. هذا هو هذه الجزائر الجديده، هي هذه الجزائر الجديده، هي هذه. ونظام العسكر في الجزائر هو هذا الحاقد، ومن الاسف دجنا الشعب الجزائري، ونرجع هذه القضيه المسؤوليه ديال الشعب الجزائري. اذا دابا عرفنا الوضع كيفاش داير، عرفنا مع من رحنا، رحنا مع واحد مع عدو، بعدو ما تقول لي لا جار ولا صديق ولا كذا، عدو اللي يدمر لك الحقد ويريد الاساءه لك في جميع المجالات، غير اللي ما لقاهاش قدامه. شنو؟ قطع العلاقات. اتهمنا بالارهاب، واتهمنا باننا حرقنا لهم، درنا لهم حرائق، واتهمنا باننا احنا كندفعوا حركه ماك، واتهمونا ب شلات وهام، وقطعوا الانبوب ديال الغاز، وقطعوا الاجواء، وقطعوا باقي لهم غير ذاك الهواء اللي كيدوز من تما كيجي من الشرق كون لقاو يسدوه، ولا الغيام اللي كان شي غيام كيجي من هنايا غادي تما يحبسوه. اي حاجه تجي للمغرب لا لح، غادي نقول احنا لا، هذيك اللح شو واحد كيقول لح لح، يعني مصر على لا. هشام الدولي، والله لا انا كما كنقول دائما الا معتز بهذه التعليقات، شوف سبحان الله انا كنقرا ولكن راه عندي فكره ديال النقطه اللي غادي نثيرها، وملي كنجي لثاني مره كنلقى بانه الاخوان تبارك الله انهم تاروها. اذا الاخ هشام الدولي كيقول مواجهه الحرك اللقيط تقتضي منا اليقظه عفوا وتقويه الجبهه الداخليه وبناء مجتمع واعي لمواجهه التحديات الداخليه والخارجيه، اما المواجهه العسكريه فنحن اهلها في الجاهليه والاسلام. شكرا اخ هشام. السؤال يعني بعد درت هذا التقديم ودرت من عندنا رحنا، السؤال هو اشنو خصو يدار؟ اللي خصو يدار هو اليقظه والتعبئه، وهذه المساله اذكرهم صاحب جلاله الملك محمد السادس قائد البلاد في احد الخطب ديالو، اليقظه والتعبئه خصها تفهمو مزيان. اليقظه لان كما قلت اننا امام عدو يدمر لنا كل الشر، هذه الاولى. ثانيا خصنا نردو ليه البال ونتبع حركاته وكلماته، كيفاش كيتكلم وكيفاش كيفكر وكيفاش كيتحرك ومع من كيتصل وشنو الاساليب اللي كيعتمد عليها باش نضربوها. والتعبئه
تعبئة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، تعبئة جميع المغاربة داخل المغرب وخارجه، ولا تعبئة فيها من نتكلم. وهذا هو السؤال اللي طرحناه، اشنو خصو يدار؟ إذ احنا المغاربة ممكن نختلفوا في التعاطي مع بعض القضايا ديالنا، نختلفوا فيها سواء من ناحية اقتصادية أو سياسية أو كذا وكذا، ولكن بالنسبة لقضيتنا الوطنية كله يجمع على مغربية الصحراء، إلا بعض الناس اللي يفضلوا أنهم يكونوا خوارج، هذا يكون خوارج لا يعنينا، ولكن الإجماع الوطني قال بأنه الصحراء مغربية، والكل مستعد على أنه يدافع على هذه الصحراء المغربية، والمغاربة كلهم حرروا الصحراء المغربية بعبقرية منصور الحسن الثاني طيب الله تراه بالمسيرة الخضراء، ودافعوا على هذا المكسب وناضلوا وقدموا الأرواح والمال والعتاد ومجموعة هذه الأمور يقدموها المغاربة، ومازالين ومفتخرين ومعتزين جيل بعد جيل. إذا خاص تعبئة ما قلت الجهات كلها، وقلت على أنه يمكن نختلف في أمورها ولكن كلنا متحدين في القضية الوطنية، بمعنى أننا هنا خصنا نتفقوا على واحد المسائل كثيرة، وخصكم أن واحد المرجعية اللي كنرجعوا ليها في قضية الصحراء المغربية، أشنو نقولوا أشنو ما نقولوش، وخصكم حتى توحيد الرؤى وتوحيد حتى تصور كيفاش نتعاطوا، مع أن كل واحد كل مجموعة عندها خصوصيات ديالها، ولكن نعرفوا كيفاش نتعاطوا. ف كاين جهات رسمية وكاين اللي كيسمي هذه القضية كيقولوا الدبلوماسية، خصنا الدبلوماسية تشتغل سواء الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الشعبية، ولكن استعملت اليقظة والتعبئة، تعبئة المؤسسات الرسمية، تعبئة البرلمان بغرفتيه، تعبئة واحد مجموعة من الفعاليات، تعبئة السفراء ديالنا، وتعبئة المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. ومسألة مهمة في هذا الإطار هذا، وهو التعبئة الإعلامية، مساهمة الإعلام ومساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في الدفاع عن الوحدة الترابية. فالإعلام كاين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، كل واحد كيدير دوره بالشكل اللي كيشوفه مزيان. رجعوا لمواقع التواصل الاجتماعي، الحمد لله كاين المغاربة ذكور وإناث اللي انخرطوا في هذه العملية، وهذه المناسبة أننا نحييو جميع اليوتيوبرز أو نسميهم اليوتيوبيون، نحييو اليوتيوبيين واليوتيوبيات المغاربة اللي كقايمين مجهود كبير ودورهم كبير 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 بزاف، لأنهم كيتصداو الخصوم حدثنا الترابية وهلا بالمسائل اللي وجهات النظام الجزائري العسكري. علاش النظام العسكري وجه؟ لأنه هو كيستعمل الإعلام باش يدجن الشعب الجزائري وباش يدجن كل من يتابع شؤون الجزائر، وغادي غير الخرطي في الخرطي، غير الكذوب في الكذوب، وكيبغي الظلام والتخلويط، اما النور والوضوح ما يبغيش لان ما كيقدر ليهش. وهذه المسائل مهمه اخوتي المغاربه، يعني هذه الرساله اللي بغينا نوجهوها وغنفهموها مزيان ونوقفوا عندها، على انه اليوتيوبيون كيديروا مجهود كبير، لان كما قلت الجزائر كتستعمل الإعلام وهي عندها بروباغندا، وكنتمنى لك ما يكونش كاع هاد القنوات، ما يكونوش كاع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هادشي اللي اختار هذا راهم كيرفضوه كاع، لأنه كيفيق الناس. ومن خلال هاد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام بداو الشعب الجزائري كيعرف الحقيقة، وبداو المغربين في مخيم التندوف بداو كيعرفوا الحقيقة. إذا نستمروا في هذا الاتجاه ونشجعوا اليوتيوبيين، ولهذا هنا دور المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن على أنهم يدعموا قوات الجادة المغربية بالدعم اللازم، بالدعم اللازم سواء بالاشتراك سواء باللايك سواء بالتعليق، وحتى كان إمكاني تحت في يوتيوب، في يوتيوب كان إمكاني أنه تقدم دعم مادي لليوتيوبيين، وهالشي هذا نتكلموا فيه بهذا الوضوح، هذا لا بد من دعمهم، لانه هذيك وسيله الدعم، هذيك الوسيله الوحيده هي المشاهدات، المشاهدات وعدد الدعم اللي كيتقدم لليوتيوبيين باش يمكن يستمروا، لانه الجزائر
كتعتاد يعني كتسيء القنوات ديالنا بسينيال بأم أخرى، وهي كتنفق أموال كثيرة باش كتحرك دوك الذباب ديالها. هاد المسألة راه حنا كنشرحناها وكنعاودو لها كل مناسبة. إذا بالنسبة للدعم إضافة هكا إلى هذا، أنه أنا كنشوف لابد من التفكير في التأطير، في التأطير اليوتيوبيين، تأطير يعني فعلا كيديروا مجهود كبير، ولكن لابد من التأطير ولابد من التنسيق. وفي هذا السياق راه كاين مبادرة اللي كتهم يعني اليوتيوبيين كاع بصفة عامة المغاربة، كاين مبادرة للاتصال بين اليوتيوبيين والتنسيق بيناتهم من أجل خلق هيكلة معينة أو تنظيم معين لتنسيق الأعمال في إطار واضح، تنسيق الأعمال وكذلك للمزيد من التعبئة ومزيد من التأطير. يعني محتاجين التأطير في هذا المجال حتى لا تقع منزلقات. ومن دخلت المنزلقات كاين مسألة ديال المسؤولين المغاربة واللي كيمثلوا المغرب والفاعلين ديالنا، خصهم يردوا البال مزيان لسلوكاتهم باش ما تكونش هناك انزلاقات اللي كيشدوها، خصوصا حدثنا الترابيه وكيديروا من الحبه قبه على انها كل انها هذيك المساله كتمثل كاع المغاربه وكيشدوها فينا. اذا المساله خصنا نردوا البال مزيان، لان مره كنسمع شي حاجه ديال تصرفات ديال ناس في سفر معينه او فلان قال او مسؤول معين دار او تصرف او كذا، ولهذا خصنا لان داخلين في حرب، حرب كبيره، وهما بالنسبه لهم كل الاسلحه متاحه بالنسبه لهم، حنا ما كنصدوا لهم كنصدوا باخلاق. وهذا هو الفرق ما بين النبلاء وقطاع الطرق. والله لا انا استمتع، انا بالناس استمتع بتعليقات الاخوه المشاهدين، استمتع مثل ما استمتع يستمتع حتى بالفائده. سي هيك يقول هذا المشكل لم يفضع عصابه الكبرانات وحسب، بل فضح بشكل ملموس. صح، الرئيس جنوب افريقيا المعادي لوحدتنا الترابيه موسيبي الذي كنا متحفظين عليه منذ البدايه، وحان الوقت لالحاقه بئس حياته. اذا قبل ما نتكلموا على موسيبي نتكلموا على حفيد مانديلا، واللي باغي يورث النضال ديال مانديلا والشتان بين الشخصين، بين نيلسون مانديلا وبين ديك الحفيد ديالو اللي اساء لقضيتنا الوطنيه، وذلك بإعازة من النظام العسكري اللي دفعوا، لانه الجزائر نسات بانه هذا عرس افريقي ماشي عرس جزائري. هذه ماشي مساله ديالك، هذيك مساله اللي درتها راه مرتبطه بسميه الملعب، ما دخلاش في الشان نهائيا، ولكن جابته لانه هكا كدير، تستغل كل الفرص اللي كتنظمها في الجزائر باش كتمرر خطاب ديالها الانفصالي. هكا دارت واحد الوقت فاش جمعت منظمه التحرير الفلسطينيه في مؤتمر في الجزائر وجابت محمد عبد العزيز لا رحمه الله وجابته وسلم عليه ياسر عرفات وعنقو وكذا وهذا، وكان ديك الساعه يعني غضب المغفور له الحسن طيب الله تعالى واحد الغضب كبير. طلعت الحال اليوم كذلك استغل فرصة وجابت الحفيد ديال مانديلا يتكلم بشكل يعني يتكلم بواحد المصطلحات كيستعملوها الجزائريين، فاش قال آخر مستعمرة، هذا دائما كيستعملوها الجزائريين، هما كيستعملوا هذه ديك يعني ديك الأسطوانة المرشوخة المشروخة ديالهم كيقولوها آخر مستعمرة، وكيقولوا هذا مضاعف في لجنة ديال صفية الاستعمار. إذا نفس الشيء راه بين انهم لقنوه، ولكن جمهور ديال الرجاء الله يعطيهم الصحه لقنوه درس في التاريخ والجغرافيا، وقالوا ليه بانه اخر مستعمره هي اورانيا اللي كاينه في جنوب افريقيا. اورانيا هذه بلده كاينه منطقه يعني كاينه في دوله جنوب افريقيا وساكنين فيها غير البيض، يعني السود ما يقربوش لتما، وهذو البيض هذوما اللي كانوا مع النظام الابارتايد، ولما تحررت يعني جنوب افريقيا هما مشاو بغاوش يعيشوا مع السود ومشاو داروا، بمعنى انه هذيك البلده مازال مستعمره، مازال يسيطر عليها البيض ضد السود. والجمهور ديال الرجاء اللي كان حييه جمهور الرجاء العظيم المثقف شحال حاجه علمها ليا،
على أنه مشاو لهم واحد النقطة مهمة وخلقات إحراج كبير لجنوب إفريقيا. نشو موسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، هو بالنسبة ليه ومن جنوب إفريقيا، وتكلم مجموعة من النقاط تكلم بشكل لائق، وعطى دروس حتى للجزائر كما كنقولوا حنا قراها في حويج. ومنها كيقول لهم واحد الصريح داروا في الرباط، قال بانه انا مسيحي، انا مسيحي ولكن يعني ما عنديش نتعامل مع المسلمين ونتعامل بحال كيقول لهم يا ودي انتم الجزائر كتدعيو انتم الاسلام نورمالمون خصكم تكونوا مزيانين مع المغرب اللي راه مسلم، واش نجي انا المسيحي اللي نقاد بيناتكم؟ ومكثير كثير. ولكن انا كنقول انه خصو يتحمل المسؤوليه ويخرج من واحد المنطقه رماديه راه فيها، يعني يتحمل مسؤوليته، لانه شكون اللي كينظم الاتحاد الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم تنظم، بمعنى انه حفل افتتاح داك البرنامج خصو قبل ما يندار خصو يوافقوا عليه. قالوا غتكون كلمه ديال رئيس الوزراء مزيان، غتكون كلمه ديال رئيس الاتحاد الجزائري، الاتحاد الجزائري لكره القدم مزيان عنده علاقه. هذا علاش؟ علاش جبناه؟ شنو علاقه معاه؟ لا لا خليك ما داخلش هذا الشيء، اسمح لي، هذه مساله ديال التسميه ديال الملعب هذا ديالكم، هذا ما دخلش في الشان وما عنده حتى شي حاجه. اذا لابد انهم يحملوا تحمل المسؤوليه، وتحملوا كذلك المسؤوليه عدم الترخيص للمغرب المنتخب المغربي واللي حرموه. راه حرمان، هذا حرمان، حرمان خصو يتحمل المسؤوليه فيه. اذا كاين ثلاث تعليقات مهمه، ولكن بالنسبه للسي عثمان كيقول النظام العسكري الجزائري نظام مارق وبلطجي ومعتدي ومجرم، والشعب تربى على السفاهه والوقاحه والندله والكذب. قبل هذا كاين تعليق ديال الجزائري عمر ماهر جزائري، تشوفوه ما نعطيش الشرف على انني نثبت التعليق ديالو هنايا، ولكن نتكلم عليه وعندو علاقة بشي اللي قالو السي عثمان خطيب. يا السي ماهر، يا السي عمر، واي جزائري كيسمع لينا اليوم، انا كنقول لكم بانه النظام الجزائري ديالكم عمر لكم مخكم بالخرطي في الخرطي، وانا اتحداكم جميعا عمر لكم راسكم بالكذوب من الاول، لانه المرتكزات الاساسية ديالو هو أنه يدجن الشعب الجزائري، الشعب الجزائري الأبي، الشعب الجزائري القوي، الشعب الجزائري المجاهد، الشعب الثوري، الشعب الجزائري اللي ما يبغيش الحقرة في الراه. اليوم جابوا لنا مخلوقات وكائنات في شكل وعبؤوهم، وهما اللي كانوا يسبونا في حفل افتتاح، بمعنى أن النظام الجزائري بغى يصنع من الشعب الجزائري واحد واحد الكائنات اللي كتخدم المصلحه ديالو، واللي كيعمرهم على المغرب وكيعمر لهم راسهم غير الخور خاوي، وقرهم غير الخور خاوي، وقرهم غير العمى. والجزائريين لاحظتهم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتناقشوا معاهم ما كيعرفوش النقاش، انت كتهضر معاهم هوك ويقول لك كما كتبوسوا اليدين، تقول له ودي كذا كذا يقول لك حر رسمتهم ليلا، تقول ليه كذا كذا يقول لك هادي. وهنا انا كنتحدى الجزائريين، وقلت شحال مره غادي نعاود ليها، نتحدى الجزائريين على انهم يقولوا لنا ويبينوا لنا ويعطوا الدليل على ان المغرب تعدى عليهم شي مره. نعم ايها الجزائريون، اتحداكم ان تاتوا لي ببرهان على ان المغرب اعتدى على الجزائر. كتكلموا كتقولوا في 1963 المغرب تعدى على الجزائر، راه نكذبوا عليكم، راه نخرطوا عليكم. الجزائر هي اللي بدات، عندي حلقه في هذا الجانب وكتبت كثير على هذه المساله، هذه يمكن ترجعوا لها في القناه، حلقه على حرب الرمال. زياده على هذا التحدي كنقول اتحدى الجزائريين يجيبوا لي شي حاجه دارتها الجزائر زوينه للمغرب. شوف كنقول لكم، جيبوا لي شي حاجه دارها المغرب خايبه للجزائر، وجيبوا لي شي حاجه دارتها الجزائر زوينه للمغرب. جوج دقيقات ساهلين. وتحداكم، تحداكم كلكم، كلكم بالعسكر ديالكم، بالقوة ديالكم، بالوزراء ديالكم، بالمفكرين ديالكم، بالمؤرخين ديالكم، اتحداكم كجانب اجتماعي، واش تقبلوا هذا التحدي؟
واش تقبلوا التحدي ولا كان شي جزائري اللي كيحسب راسو في جزائري وفيه النخوة؟ مستعد نناظر معاه، مستعد نتواجه معاه، ولكن النقاش يكون موضوع معين، نحدد الموضوع وما نخرجوش هاك ولا هاك، ولا تمشي لي هاك وديري كيما هاك. إذا هذا تحدي وعنوان. سعد ما خطاب رجع وقال بأن النظام العسكري الجزائري نظام فقط وظيفي ورأس الأفعى هي فرنسا. فين هذه النقطة مهمة بزاف، وبين النقاط هذو اللي كنت انا مسجلهم باش غادي نذكر فيهم. وهنا خص الجزائريين يسمعوا مزيان، يسمعوا على انهم خدام فرنسا. قد تقول لي الثورة وتقول لي كذا وعندنا النيف والحقرة وهذا، انتم ما حقرتوا راسكم، انتم ما دجنتوا راسكم، انتم ما ضحكتوا عليكم الناس، خليتوا الناس يضحكوا عليكم. شوفوا واش كاين في اتفاقية ايفيان. اتفاقية ايفيان شنو فيها؟ ملي مشيتو كتفاوضوا مع فرنسا، بقيتو كتفاوضوا وتواطأتوا معها وتنكرتوا الالتزامات ديالكم مع المغرب وخاصة الصحراء الشرقية. وفي اتفاقية ايفيان يا عباد الله، واللي كنقولها ونعاود ليها، التزم الجزائريون، الجزائريون لانهم ذلك الناس اللي استفتوا عليها، الجزائريون التزموا بالمحافظة على مصالح فرنسا، على ماما فرنسا. ايه انت يا الجزائري كتحسب راسك ما عرفتش راك مطوق بمسؤولية انك تحافظ على مصالح فرنسا. تشيت لها، انتم مشيتها، انتم مخدام فرنسا. نعم بغيت ولا ما بغيتش، مفروض عليك، مكتوبة في معاهدة ايفيان، قراها قراها، ماشي انا كنشوفها في العادي، قراها. هذا هو المشكل، انكم ما كتقراوش، غير يخرطوا عليكم وتبقاو بام 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 بام. الخرطي في الخرطي، ما بغيناكمش تكون شعب الخرطي. الجزائر كنعرفوهم واللي عاشرناهم فعلا ما يبغوش الحقرة، فعلا ما يبغوش الحقرة، فعلا ما يبغوش الحقرة، ورجلة ونخوة. وذلك اللي كنشوفوهم اليوم يمكن لي نقول انا غير اشباه الجزائري. راجعوا نفوسكم. اذا مش نكمل، انا نسيت المسألة، الجزء الثاني ديال هذه المسألة ديال فرنسا. فرنسا شوفوا الطريقة باش كتعامل، راه سبب المشكل كامل هو فرنسا. هاد القوى الاستعمارية كتخرج من الباب وكترجع من السرجم، وراه هي اللي دارت هذا المشكل كبير. وفي حرب الرمال المغرب كان انتصر على الجزائر وكان تقدم على مشاريف، كان وصل لمشاريف تندوف، ولكن ماما فرنسا هي اللي دخلت، وهي اللي مازال كتدخل، وهي اللي مازال كتعقل، وخاصة كما كتشوفوا دابا بعد دخول او بعد الاتفاق ديال المغرب والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، شاف بان المصالح ديالها ضاعت، ومن شاف حتى كذلك المغرب داخل اي العمق الافريقي بقات كتشوف بان المصالح ضاعت، وان المغرب بدا ياخذ واحد الحجم اكثر من داكشي اللي كاين. هي بالفعل واحد الناحيه كتلعب بين وفاص وجهين، مره كتشوفها بانها تدافع على المصالح ديال المغرب، ولكن مره اخرى كتشوفها بانه في الخفاء هي المعرقله، وهي اللي داسره مدسره هذا النظام العسكر. السيح يرجع لنا بتعليق اخر كيقول: من قام بسلوك غير مقبول ضد ماجر لن يكون الا سقوط. وهذه الكلمه كنستعملها انا مع تحفظنا على ما كان رابح ماجر ينوي القيام به منذ سنوات، حيث كان يدفع باتجاه انشاء منتخب يمثل بوليزاريو، ورغم ذلك بقى فينا. في شوف الحق حق نقولوها، هذاك الشعب اللي كان يصفر على ماجر هو اللي سبنا، وهذاك مساله مقصوده، لان حكام الجزائر العسكر الحكام المسؤولين بغاو الخدمه في ماجر، وحنا مع هذا الكلام هذه ما كنعلنش على التضامن ديالي مع ماجر، لانه ما هو ما قادش براسو معنا، لا هو لا بلومي اللي رفضوا انهم يحضروا المغرب باش انهم ياخذوا جوائز ديال الكاف، لان انضباط في المغرب كان المغرب ما فاش شبهوها. اذا فعلا انه ما يستاهلش الشيء، لانه عطى الكره العربيه والافريقيه والجزائريه والكره العالميه، ولكن
هذه مزيانه كيبينوا هنا انهم نكارين الخير. سي ياسي عفوا ياسي ساره عفوا الاخت، يمكن الاخت ساره. عصابات كبرانات فرنسا المجرمين قاتلين الشعوب الجزائريين، قاتلين الشعوب وتجويع شعوبهم، النعل عليهم يا عسكري. كبرانات فرنسا المجرمين قاتلين الشعوب لا يفقهون شيئا. مع الاسف ملي كتشوف في التاريخ كتشوف تصرفات الجزائريين او بعض الجزائريين كينساو ما فعلت فيهم فرنسا 130 سنة أو 131 سنة، سنوات طويلة تغير فيه الهوية وتغير فيه الشكل وتغير فيه بزاف الحوايج. وسائل الكرامة الجزائرية وسائل الشرف الجزائري ومازالين تابعين فرنسا. كي تكون في نظركم كما قال الآخر كي تي في نظري. السي محمد بان كيقول مشكلتهم يحبون من يجلدهم، وهذا سبب كثرة تصريحاتهم العدوانية تجاه الدول المحيطة بهم وخاصة المغرب. مشكلتهم الحقيقية الشرعية والهوية والرد على تعليقاتهم تجعلهم يحسون أنهم يتمتعون بقليل من الشرعية. لا نبدأ من الأخير، النقطة الأخيرة. لا إلا ردينا عليهم ماشي نعطيهم الشرعية، لا 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 كنعطيو الشرعية لراسنا، لأنه كاين أمور كتقال وكتروج وتنطلي على بعض الشعب الجزائري، تنطلي على بعض الناس سواء في الوطن العربي او في افريقيا او في العالم، ولا ضروري احنا من ندخلوا ونوضحوا المشكل. وفعلا المشكل في الشرعيه والهويه المشكل. ولما واحد مجموعه من الجزائريين يوقفوا حدا المغربي كيحشموا، كيحسوا بانه هذاك المغربي كيتوفر عليه مجموعه من القوامات هم لا يملكون فيها شيئا. وانا شرحت واحد الحلقه واحد النهار كنشرح العقده النفسيه، الحاله النفسيه اللي عند النظام الجزائري تجاه المغرب. كيحس بواحد الدنيا إذ باش يمكن له يعوض داك الدنيا، يعني راه كيشوف راسو صغير بزاف على المغربي باش كيعوضها. كيعوضها بالكذوب، كيعوضها بالخيال، وكيعتبر راسو هو القوة الضاربة، هو أقوى وهو أكثر وهو أطول وهو أوسع وهو الأول وهو كذا وكذا وكذا وهو لا شيء. سيد الرحمن، سيد الرحمن الجلالي، سيد الرحمن الجلالي، إذا كان سيد الرحمن الجلالي الصديق كنعرفو أهلا وسهلا بارك الله عليك. إذا اتقي الشر من أحسنت إليه، نكارين الخير حكامهم عاشوا ودرسوا في المغرب بوجدة. هنا هذه المسألة، هذه النقطة كتجرني للشيء اللي كيتكلموا عليه ملي كيتكلموا على نيلسون مانديلا. الجزائر وخاصة كبيرهم الرئيس عبد المجيد تبون اللي تكلم وقال بأن الجزائر هو الموطن ديال نيلسون مانديلا وجا تعلم أو تدرب في الجزائر ونساو ما دار المغرب في دعم حركة نيلسون مانديلا ضد الأبارتايد. نيلسون مانديلا وعش قلته قبل ما يمشي للجزائر، لأن الجزائر استقلت في 1962، ولكن قبل 1962 كان في المغرب في بركان في الجهة الشرقية مع فعلا جيش التحرير الجزائري اللي كان هنا في المنطقة، وهو تدرب على يد المغاربة في بركان موطن أو قبيلة بني زناسل. وما أدراك ما بني زناسل، وما أدراك ما قبائل كثيرة في المغرب. فتدرب تما وتما تعلم، عاد مستقل الجزائر، عاد مشى تما بعد الاستقلال. و نيلسون مانديلا بعظمة لسانه أمام جمهور كبير في احتفال قال بأنه مشيت للمغرب وتلقيت واحد الشخصية كبيرة وطلبت منه أنني نشوف جلالة الملك. قال له علاش؟ قال له خصنا باش يدعمنا بفلوس وبالعتاد باش يساعدنا في الثورة ديالنا. قال له شحال خصك الفلوس؟ قال له قدا السلاح قدا، شنو خاصني شنو خاصني؟ قال له غدا الصباح إن شاء الله مع 9 الصباح نتلاقاو. هو مشى مع 8 الصباح مقلق باش يوصل، وفين تلاقى الشخصيه المغربيه وقال له كاين الفلوس وكاين العتاد ويوقع تدريب ديال الرجال ديالكم. الفلوس ها فين غتاخذوهم؟ السلاح فين غتاخذوهم؟ والتدريب ها فين غادي يكون؟ وفي ذاك الجمع قدم هذه الشخصيه، والشخصيه كتعلق بها عبد الكريم الخطيب رحمه الله اللي كان مكلف بعلاقته مع حركه التحرير اللي كان جلاله الملك كان فوض الامر وعطاه واحد المساحة من التصرف. وأكيد أنه ما كانش كيدير شي حاجة إلا بالرجوع إلى جلالة الملك.
يعني بهذا الاعتراف وفي ذاك الحفل ما تعرفش بالجهود ديال الجزائر، يعني الجزائر لم تقدم شيئا، كتقدم غير الخرطه في الخرطه والهضره والشفاوي. إذن هاد الناس اللي فعلا بالنسبه للجزائريين اللي كانوا هنا في المغرب واكلين شاربين وفر لهم المغرب الارض والعتاد والملبس والماكل والمشرب والرجال، بالتالي تنكروا لنا وجاو ولادهم في الملعب كيسبوا فينا. معليش نثبت واحد تعليق جزائري، ليندا حبيب كتقول انبوب الغاز الطبيعي الجزائري هو غازنا وحنا احرار في قرارتنا المحليه الجزائريه، المبروك عليه دين بالمليارات الدولار اللي دفع الجزائر لانبوب الغاز الطبيعي الجزائري، دفعوا دينكم بعد تكلموا. انا والله اللي كنضحكوني الجزائريين واشفق عليكم، راه انتم اللي خصكم تدفعوا الديون ديالكم للمغرب. ماذا قدمك؟ شوف واش قدم لكم المغرب، قدم لكم الكثير والكثير وخلاكم ترفعوا راسكم امام الناس. كنتوا تحت الاستعمار 131 سنه والمغرب ساعدكم باش رجعتوا باش رفعتوا الراس. اما بالنسبه للغاز، شوف الغاز الجزائري، غاز الجزائري تصرف فيه كما بغيتو، التراب الجزائري تصرفوا كما بغيتو، سياستكم تصرفوا كما بغيتو، هذاك شغلكم. اما بالنسبه للانبوب الغاز اللي كيدوز اللي جاي من الجزائر غادي للمغرب، اللي كيدوز على المغرب غادي لاوروبا، راه في ملك، في ملكيه المغرب حسب الاتفاق ديال المبرمه، في ملكيه المغرب، راه فرقيت الغاز ما كتسولنا ما كنسالكم. ولكن على ذكر الغاز، دابا حنا غادي نشوفوا، دابا نزيدوا نحلوا التصرفات ديال الجزائر. راه الغاز والبترول هو اللي متصرهم، اذا لاحظتوا على انه في الوقت فاش كانت كورونا وكان الثمن ديال الغاز والبترول هابط، كيفاش كانت كتصرف في الجزائر غير بشويه. اما اليوم ارتفع السعر ديال البترول والغاز تصرو، وكان الطلب كثير على الغاز وخاصه في الحرب الاوكرانيه الروسيه زاد الطلب، وداروا القرون وتفرعنوا وبداو كيستعملوا هاد العائدات ديال البترول والغاز لاستماله الدول الاخرى ضد المغرب، في عوض فاش يديروه للشعب الجزائري لفائده، ماغاش نقول رفاهيه الشعب الجزائري، ولكن غير ينقذوهم من الطوابير وينقذوهم من المشاكل كيعيشوا، وينقذوا الشباب ديالهم من قراب قوارب الموت. لا، هما خصهم يوجهوها ضد المغرب، ومع الاسف كنلقاو الدول الاخرى اللي مطالبه ولانه ضروري محتاجه للاخر وكيضغطوا عليها، وقادرين هما يعطيو الغاز باطل بفابور فابور للدول، غير هي خاصها تقدم العداء للمغرب. واليوم كتشوفوا اوروبا وخاصه فرنسا اللي اضطرت خلات باكرون ينتقل يتنقل حتى الجزائر ويجيزوك في الجزائري باش يوفر الغاز لفرنسا. وشوف الطرق كيفاش غادي يديرها اليوم، وشوف عاوتاني كيفاش اليوم فرنسا وبعض الابواق الاوروبيه شنو داروا في الاتحاد الاوروبي ضد المغرب، وما غادي كامل ما غادي يدوي غير البرد ديال الموقف ديال المغرب شامخ. ونساو المساله اللي خصنا ناكدوا عليها وهو الحدث ديال الكركرات، واللي كان دائما كنركز عليه، المغرب قبل الكركرات ماشي هو المغرب ما بعد الكركرات، المغرب بعد الكركرات ند للند. شوف المانيا كيفاش دارت، شوف كيفاش، شوف اسبانيا كيفاش كانت، شوف اسبانيا اليوم وقريب غادي يكون واحد الاجتماع رفيع المستوى بواحد المستوى كبير، اللي يمكن غادي يحضر فيه شي 12 وزير اسباني غادي يجي للمغرب اللي غادي يتكلموا فيه على واحد المجموعه من النقاط داخل في العلاقات المغربيه لاسبانيا، اللي الجزائر ما فاهمه فيها واحد حتى حاجه، وتبقى تقرا وتعاود تقرا ما غادي تفهم حتى شي حاجه. فرنسا اليوم ركبات راسها ولكن لمصالحها مع الجزائر، وغادخلوا في الحيط، ومن بعد عاد ترجع لجدة الصواب. والمغرب لن يبدل تبديله، دائما في الموقف ديالو وفي الثبات ديالو. اذا بالنسبه لنا كما كنقول دائما على انه الجزائر كدير الفعل وحنا كنديروا رده الفعل، ونستعمل اخلاقيات
وبالنسبه لرد الفعل ديالنا من كنخاطبوا حكام الجزائر ومن يدور في فلكي من الشعب الجزائري، اما باش نخلطوا الشعب الجزائري لا، لان حنا كنعرفوا بانه هناك من الشعب الجزائري من يحب المغرب والمغاربه، هناك من الشعب الجزائري تصرفاته الحمد لله بخير، وكاين اللي استنكر داك السبان اللي داروه دوك السلاقط في الملعب. ولكن مع الاسف انا ما كنلوم، انا كنلومهم، انا ما كنتفهمش الموقف ديالهم. انا كنقول للشعب الجزائري اللي كيقول بانه كنبغي المغاربه، كنقول له ما موقفك من هذا العداء اللي كديروا عصابه الجزائري تجاه المغرب؟ خرجوا لنا برواندكم الله يخليكم، قولوا لنا الحقيقه. خرج برواندك يا عمي، يا ابن عمي خرج لي برواندك، يكون واضح واش انت متفق على شيء. الا متفق قولها، ومتفق صرح بها، ما تخافيش المساله ما فيهاش لقد دقت الساعه الحقيقه، ما تقول لي لا هذه ولا هذه. اذا احنا بغينا نعرفوا موقف الشعب الجزائري من هالشيء، وما موقفك مغربي الصحراء، ما موقفك مصالحنا، ما موقفك من العداء، ما موقفك من هذه ومن هذه. جاوبونا، بغينا الجواب، يكون كل الامور تكون واضحه. اذا مشاهدينا الكرام، اعتقد اننا دوزنا ساعه، وهذا تقريبا هذا هو المعدل ديال الشيء اللي كنديروه في كل حلقه. كنبغي نشكركم بزاف على الاستماع ديالكم والانصات ديالكم والحضور ديالكم، ونشكر كاع جميع الاخوان اللي كانوا معنا وشاركونا بالتعليقات القيمه، ونبغيكم تساهموا في اشعاع هذه الحلقه والرجوع اليها، وتبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء. وما تنساوش الله يخليكم، لابد من الاشتراك، اشتراك في القناه واللايك والمساهمه بالتعليقات، وحتى كاين حتى الامكانيات انه مساهمه الماديه اللي بغى باش يدعم القنوات الرائده او القنوات الجاده ديال الاخوان المغاربه. اذا شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.